بإذن الله ننتظر في بيان الغد 3,380,000 طن بإذن الله تعالى. يبقى لحد دلوقتي 3,380,000 طن، يعني هيبقى صباح باكر بإذن الله تعالى. ما هو الحد إنما حتى هذه اللحظات وأنا بكلم حضرتك وصلنا إلى 3,350,000 طن. عظيم. الكمية دي مناسبة ولا لسه؟ طبعا هو المستهدف بتاعنا 5 مليون ل 6 مليون طن. هايل. فلو احنا هنقول 5 مليون، فاحنا تجاوزنا 63% من استلام الكمية المستهدفة. جميل جدا. بصراحة في بعض الناس يعني، ولسه بقول عايزين نزود شوية، ندي حوافز اكتر، ندعم الناس اكتر، نروح للناس يعني حد بيته ما عنديش مشكلة، انا محتاج كل ارداب السنة دي، مش كده؟ طبعا طبعا، ودي توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات معالي وزير التموين، حيث ان هو اصدر قرار بتاريخ 29/5، قرار رقم 76، ان هو برضو منح كل الفلاحين اللي وردوا القمح حافز، وتابع هذا القرار توجيه رقم 11، قال لكل فلاح ورد لي 12 اردب، روح خد على كل اردب 10 كيلو ربضة خشنة بسعر كام بقى يا فندم؟ أيوة. ب3.80 جنيه. الله. طيب يعني الله الله، دي اخبار كويسه، دي اخبار مبهجه. ده اول امبارح القرار ده، اول امبارح يا فندم بالظبط، واتبعوا بالتوجيه امبارح توجيه 11. أيوة. اكد هذا الكلام وقال ان السعر للفلاح هيكون 3.80 جنيه للكيلو، والسعر السوق هيبقى ب 4.5 جنيه. اذا هناك 70 قرش دعم للفلاح على كل كيلو ربضه هياخده. كويس قوي. طيب لا انا عايز اقول لسيادتك على حاجه ثانيه، قال لو انت ورطت اكتر من 12 ارداب اللي هم صدروا في القرار، كل ارداب بزياده هتاخد عليه 20 كيلو ربضه خشنه. هايل. فاذا انا بحفز الفلاح بكل الامكانيات المتاحه من الدوله لزياده التوريد. كويس قوي. طيب بعد هذه القرارات اللي هي الجديد او التحفيز ده قرار جديد مش كده؟ تمام يا فندم. دعم اضافي او تحفيز اضافي فعلا. ده يساعد الفلاح في ايه؟ يعني ما تقول له بزودك كذا او يعني ده بيساعده في ايه؟ بص يا فندم، انا بقول للفلاح انت النهارده ورد قمحك وادعم بلدك، وبدل ما سيادتك تاخد جزء من القمح ده وتديه للمواشي، لا انا هديك ربضه وهساعدك في سعر الربضه. حط القمح بتاعك دوت برغيف الخبز المدعم اللي احنا كلنا كمواطنين بناكل منه، وانا هديك رده على اساس ان انت تغذي المواشي بتاعتك. كويس قوي. يعني الرده دي بديل للقمح اللي كانوا بيحجزوه عشان ياكلوا بيه المواشي. بالظبط يا فندم. صح؟ تمام. وبالتالي ما بيبقاش عند الناس يعني حجه ان انا هحجز كميات كبيره، ممكن يحجز كميات عشان الاكل بتاعنا اللي عندنا في بيوتنا يعني.